ولمناقشة أزمة المهاجرين غير الشرعيين العراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الأكارم. حياكم الله دكتور. ظروف قاسية يعيشها المهاجرون العراقيون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وهذا من عدة أسابيع مع الأسف الشديد دون أي حراك لإنقاذهم. ما الذي أوصل الأوضاع إلى هذا الحد بعد عدة أشهر من الأزمة في الحقيقة؟ واضح أنه الحكم الحالي ووجود الميليشيات، وخاصة بعد الانتخابات التي جرت في بغداد ومعاناة الناس تصاعدت أكثر، منها ضيق العيش، عدم وجود الأمن، وذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضا وغيرها من الأمور التي حدث بالكثير من المواطنين العراقيين في الوسط والجنوب وكذلك في كردستان العراق للهجرة إلى بلدان أخرى من أجل كسب العيش الرغيد والآمن وتوفير حرية انطلاق أبنائهم في العمل وكذلك في الدراسة وغيرها من الأمور التي ممكن أن تتوفر للاجئين في هذه البلدان. نعم. ولكن للأسف الذي جرى حاليا وخاصة على الحدود البيلاروسية والبولندية هو إجراءات تعسفية بحق هؤلاء الناس، حيث يعانون من البرد القارس، برد أوروبا كما هو معروف، وكذلك قلة المواد الغذائية وعدم وجود حتى الصليب الأحمر الدولي من أجل إنقاذ حياة الكثير منهم والذين توفوا، وكذلك إطلاق النار من الجانب البولوني على عدد منهم واستخدام الغازات المسيلة للدموع، وهذه هي عوامل لا إنسانية بحق هؤلاء لأنهم بشر وللبشر حقه في الحياة الحرة الكريمة واتخاذ ما يلزم من أجل بناء مستقبل. طيب دكتور، نعم للعائلة. دكتور، إذا كانت مخاوف أوروبا مقبولة خشية من موجة لجوء كما حدث في 2015 في الأزمة المعروفة، فبماذا يمكن تفسير الدخول الأمريكي على الخط وتأزيم أوضاع اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا؟ يعني جعلوا القصة جزء من صراع دولي. بالتأكيد هي جزء من صراع دولي، لأنه الأمريكان لهم مطامع وهم يعرفون جيدا، ومعلوم أنه سبب كل الأزمات التي تحدث للشعب العراقي هو الاحتلال للعراق وما جرى. ولذلك حتى أن زخارفا الناطقة الرسمية باسم خارجية روسيا قالت وبالحرف الواحد مخاطبة البولونيين إنكم لا تستحون لأنه هؤلاء هم ضحاياكم، وأنتم تعلمون جيدا أنكم شاركتم مع الأمريكان في التدخل إلى العراق، ولذلك لكم يعني لهم الحق بالنسبة للعراقيين في الدخول إلى أراضيكم، لأنكم أنتم اللي سبب المشكلة وما أعقبها من هذا الغزو وهذا الاحتلال للعراق. على ذكر العراق وحكومات العراق دكتور، في ظل هذه الأزمة والضحايا الذين يسقطون نتيجة البرد القارس والظروف المأساوية هناك، ماذا فعلت الحكومة العراقية من أجل هذا الموضوع؟ للأسف إجراءاتهم إجراءات كلش بطيئة، ولم يتخذوا أي إجراء بحق هؤلاء الذين يوميا تحدث قضايا منها المرض والبرد القاسي والقتل الذي يحدث هناك على الحدود، وهم يفكرون حاليا بإرسال يوم الخميس طائرة عراقية من أجل أن هذه تنقل قسم من هؤلاء المهاجرين الراغبين بالعودة
وللعلم عندما نسمع منهم وبلقاءات عديدة مع مراسلي وكالات الأنباء أنهم لا يريدون العودة لهذا الوطن الذي لا توجد فيه لا أمن ولا استقرار ولا تعليم ولا صحة ولا حياة اجتماعية إنسانية ممكن أن يتعود عليها الإنسان كما اعتادوا، لأن وطنهم غالي بالنسبة لهم وهو وطن الآباء والأجداد. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، كنت معنا من لندن.